صباحكم خير ومساءكم خير وعافية إن شاء الله. كما تشاهدون من برلين ألمانيا، الثلوج مستمرة هذه الأيام، يعني اليوم الدرجة ناقص أو سالب 10 وسوف تصل إلى سالب 15 في الليل. الجو بارد جدا جدا جدا، لا أعرف يعني كيف أشرح لكم البرودة القوية، برودة جدا. نعم كما تلاحظون الحديقة كلها أصبحت بيضاء، الآن يتساقط الثلج، لا أعرف إذا هل أنكم تروها الآن أم لا، لكن هو مستمر بالتساقط. عملت الكاميرا الآن بيضاء أكثر. نعم أنا في حديقة أصور لكم الثلوج فيها، وبعد قليل سوف أذهب إلى الشارع وأصور لكم أيضا التكملة. نعم هنا البرد قارس جدا، بحيث إذا تقوم بإخراج إصبعك، يعني مثلا هل أنا الآن أصور لكم، وإذا بقيتم هكذا نصف ساعة اليد أو الإصبع سوف يعني يصبح أحمر جدا، ويمكن إذا تلمسه ينكسر يعني من شدة البرد، برد جدا قوي. طبعا نحن هذه السنة في ألمانيا هكذا البرد فيها أصبح قوي، السنين البقية الذي يعني 2020 و 2019 لم يكن هكذا برد، كانت الشمس أكثر، يعني الصيف كانت أكثر من الشتاء. نعم كانت هذه يعني هذه السنة هي أبرد سنة يمكن تصبح لدينا، لأنه نحن يتساقط لدينا الثلج لنقل 10 مرات أكثر شيء، لكن هذه المرة إلى الآن هذه المرة 15، واليوم يعني ثلج قوي جدا من الصباح الباكر أو من الليل، بدأت الدرجة 6 سالب 6، أول شيء هي تبدأ 0 وبعدها يبدأ بالسالب بالعدد التنازلي، يعني الدرجات التنازلية، إلى أن أصبحت الآن سالب 11. نعم ثلج قارس جدا.
تشاهدوا يا أحبتي الأجواء في ألمانيا حالياً 2021. الثلج تقريباً ارتفاعه كبير جداً والأجواء كلها بيضاء، كل مكان أبيض، إن كان الرصيف، إن كان السيارة، إن كان بيت، إن كان شارع، كله أبيض. تعتقد أنك في روسيا وليس ألمانيا. كله أبيض، بياض بياض بياض، 30 سنتيمتر إلى 40 سنتيمتر تقريبا. هذا الشارع مثلا هكذا يكون أبيض. وأيضا يستطيع الشخص أن يتزحلق في هذا الثلج، يعني يؤدي إلى الزحلقة كما تشاهدون. لا أستطيع المشي لأنه ثلج كثير جدا، وكما تشاهدون هذه السيارة مغطاة بالثلج، أو كل السيارات، يعني مسافة كبيرة من الثلج. شاهدوا هذه كلها مسافة كبيرة، يعني يدخل هذا كله تقريبا. هنا ثلج كثير وأبيض جدا، ما شاء الله. تحياتي لكم، أتمنى قد أعجبتكم هذه الحلقة والحلقة التي قبلها. أصدقائنا جميعا، مع السلامة.